تطلب الصحافة الرياضية على هذا الدليل؟ اليوم نحن أنا اليوم كنت واجد هنايا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كيصادف 8 مارس من كل سنة، واليوم الجمعية المغربية للصحافة الرياضية وكذلك مندوبية بشراكة مع مندوبية المديرية الجوية للشباب والرياضة قاموا اليوم بتكريم بعض الرياضيات الفاعلات في المجال الرياضي بمدينة طنجة، وكنت من ضمن المكرمات. وهذه البادرة طيبة وكتشجع على أن المسار الرياضي ديال المرأة المغربية يستمر ويعطي أكثر وكيعطي تحفيز لنا كرياضيات باش إن شاء الله نزيدوا القدام وكيعطيونا واحد الدفعة جديدة. تنشكر كثير النقابة المغربية للصحافة الرياضية وكذلك السيد المدير الجهوي للشباب والرياضة اللي فكروا في هذه البادرة الطيبة وكرمونا اليوم كنساء ومؤطرات رياضيات تنشجعوا الممارسة الرياضية، ومن هذا المنبر هذا تنشكرهم كثير وتنوهوا بالفكرة، وكانت مميزة في حق المرأة المغربية خصوصا الرياضية اللي من هذا المنبر هذا تنشكرهم جزيل الشكر ثاني مرة، وتنحاولوا ما أمكن أننا بصفتنا إحنا تسلم لنا المشعل إن شاء الله باش أننا نشجعوا الممارسة الرياضية النسوية وندفعوا بها للقدام إن شاء الله، وخصوصا في مدينة طنجة في الأفق المستقبلية إن شاء الله.